قبل كان فقر وكل شيء، الحذاء يبقى بيه سنة، الشاب يعيده مرتين ثلاثة بصراحة، وتقرأ منه على سليك يعني يقول هم يعيده مرة ثانية، لأن القدرة الشرائية كانت قليلة كلش. كان قيمة الحذاء راتب معلم قيمة الحذاء صحيح، يعني إذا يأخذ راتب معلم يشتري الحذاء واحد خطير بطل معه 7000 8000 هو العامل يشتغل له ب2000، فتكرم الحذاء ما يقدر يدبره ذاك الوقت. كل شاب يقدر يهتم بنفسه وبأناقته وشخصيته. كل أسبوع لازم تشتري، يعني أكثر شيء طلعات وهاي السوالف. كل أسبوعين أقدر أشتري حذاي. تقريباً عنده 20 حذاء أكثر يعني واي يعني. اليوم أنا أقدر أوصل من تركيا الحذاء اللي أريده بيوم يوصل لي.